مهم ليكيب، مرحبا بكم. فك هنا رانا في المغاره، مغاره قرار بريزينا. المغاره هذه تم اكتشافها سنه 1999 من طرف الاعضاء الجمعيه للسياحه. المغاره هذه كانت تعتبر مخبأ المجاهدين، كانوا هنايا المجاهدين مصالينها. لكن دخلوا نشوفوا، حتى اللي هم كانوا يخدموا فيهم القرطاس البارود. المقارة هذه مازال ما اكتشفوش لحد تاعها، يعني مازال كاين بلايص ما وصلوش ليها. المغارة هذه ثاني كاين عدة مغارات، كاين 22 مغارة. كاين المغارة هذه اللي اكتشفوها ومعروفة، يجوها للتوريست يدخلوا يحوسوا فيها. هذه هي كوبي. ينقرض داخل ينقرض. قرور دبر عادي. احنا معليش. يا جماعة كي تمشيو في دور رجليكم. هذه كانوا يخدموا هنا البارود. شكون كان هنا يدقوا البارود يخدموه. فهمني؟ الفتور. قلت له ما كنت.